حبك لذاتك هي أولى خطوات الاستقرار النفسي، وهي نقطة مهمة لتحقيق أهدافك، وإن أنت تكون حاسس فعلا بالحب سواء من نفسك أو من اللي حواليك. وقتها هتحس كل الأحداث اللي بتحصل حواليك دي أحداث مبهجة، كل اللي بيحصل حاجات سعيدة، مش هتبص على الحاجات اللي بتضايق دي أو الحاجات اللي هي بتخليك تحس بنيجاتيف إنرجي. اللي بيحب ذاته وعارف يقدرها كويس قوي هيقدر يلاقي صديق بيحبه بجد وشريك حياة بيحبه بجد. طب ايه الخطوات اللي تخليني احب ذاتي؟ اول حاجة قدر نفسك، تاني حاجة خلي نفسك هي الاولوية، تالت حاجة المحافظة على جسمك يكون صحي، ان انا اكون مهتم بيه صحيا وجسديا ونفسيا وكل حاجة، رابع حاجة ابعد عن الافكار السلبية اللي بتأثر عليا، خامس حاجة ودي الأهم إن أنا أقول لنفسي كلام إيجابي، أنا شاطر، أنا عملت اللي عليا، أنا بنجح، أنا بتقدم لقدام، أنا بتغير. دي في حد ذاتها هتخليك إن أنت تحب نفسك كويس قوي، وتخلي نفسك أنت مقدرها وحطيتها في المكانة اللي هي تستحقها. حبك لذاتك مش مجرد حاجات أنت بتعملها ليها وبس، مجرد إن أنت تسامح نفسك على الأخطاء القديمة وتعتبر إن الأخطاء دي خلاص هي غلطة وانتهت في فترة أنا ما كنتش مدرك الحاجة دي أو إن أنا لسه ما تعلمتش الحاجة دي، فأنت محتاج إن أنت تسامح نفسك على كل حاجة عملتها قبل كده، لأن القرارات والاختيارات اللي أنت اخترتها غلط دي أنت عملتها بدون وعي وبدون الخبرة اللي أنت وصلت ليها دلوقت. قبل ما تطلب من اللي حواليك ان هم يقدروك ويحبوك، قدر وحب ذاتك واحترمها انت الاول.